السلام عليكم، خالد معكم دائما وابدا. اليوم عندي عمليه رمبوطاج، حبيت نفصل هذه النبته اللي هي المنجوله، نفصل على الانجوي والبرانجد ونحيها من هذا الفاز الكبير ونحطها في هذا الفاز الصغير، وهذه النبته نحيها من هذا الفاز الصغير ونحطها في هذا الدو فاز صغار. وش راح نحتاج؟ ما نحتاج حاجه كبيره بزاف. عندي البالي والبالا باش ننقي، وعندي راكليطه مع لابالي شايف جبتها، وعندي ترنوفيس فقط، هذا ما كان كما قاعد زيريين. كي قمت بعملية الفصل هاي لك النتيجة، شوفوا المنجولة مع الجذور الهوائية رائعة جدا. درك المرحلة الحاسمة والحساسة هي نقوم بعملية فصل النبتة الأم من التربة. كيفاش نحيها من التربة؟ راح نستعمل باينة ترنوفيس فقط، باش نحطكم في الصوره باللي انا راح نحي نبته المنجوله فقط، اما الانجور حنخليه في هذا المحبس ونحي لو تيتور باش نعاود نريكوبيريه مع نبته المنجوله. راح يتسال بعض منكم يقول لك علاش راك تخرب في النبته، خليها غير في بلاصه راهي لاباس بها، راهي في البوت تاعها الكبير. نقول لك لا، شوفوا لو سيستم راسينار تاعها، يعني سيستم راسينار تاعها بالنسبة للبو، البو كبير عليها بالبزاف. لاحظتوا دركا السبب، يعني الجذور مع المحبس لا يتوافقان، المحبس كبير بالبزاف 20 خطرة على الجذور، وهذا هو السبب الذي تركني أو شجعني أو حفزن على تغييرها من محبس قصيص كبير الى اخر ربما يليق بجلالتها. التيتر نحيته، النبته نحيتها عاود غطيتها بشويه تراب باش ما يضربش باش ما يضربهاش الهواء. دركا نروحوا للهدايا نديبوتيوها من الباص تاعها من الاسيس تاعها، نحيوها من الاسيس. تخديس كونسياني نحيتها من البوت تاعها، هاوليك السيستم راسينار تاعها، هادو الخلافات اللي روجي كاين وحده زوج، انا بالك نحي وحده نحطها من لهيه، وحده نحطها من لهيه، وهادي عندي فاز نحطو في نحطها في محبس اخر نريكوبيري تما دو روجي مع الاحتفاظ بالنبته الام. هذه التربة اللي ريكوبيريتها من هذا الفاز، ونحيت شوية من الفاز القديم، خرجت هذاك الفاز القديم لقيتو الشباب عجبني، يعني تربة مهوية خفيفة ومصرفة، ريكوبيريتها مع هذه التربة خلطتها شوية له. دوكا نروح شرح ندير هذا الخليط، حنا نقولوا تربة الحديقة ولا تاب دو جاردان، راح نخلطو مع شوية تيرو، وراح نزيد لهم شوية فيبر دو كوكو. النسبة راح تكون نقولوا مثلا واحد 30% 30% و 30% فيبر دو كوكو، واللي تقعد نديرها بيرليت ونجرب. على بالي البعض منكم راه يقول واش هو يخلط هدايا، دخلتنا دركا تراب والله راك درنا روسات. قلت لازم تعاود تولي الى الفيديوهات السابقه، دخل الصفحه تاعي تفهم واش راني ندير. هذا هو الخليط تاعنا، وما نحكي لكش كي تكون تبدا تخلط داك الشعور والشعور واحد حاجه تحسها، والله ما على بالي كيفاش نوصفها لكم، ما نقدر نقول لكم شعور ولا اروع. حكمت التيتور شمخته طري طري بيان، باش يقعد دائما رطب، يعني مشمخ سنطريته في الوسط. درك نبدا ندير تراب. هذه هي النتيجة بعد عناء كبير جدا جدا جدا. نحيت زوج ثلاثة هذيك راح ندير بهم واحد الطريقة، حالا مرنكاكو تعرفوا الحالة كيفاش، لكن نتيجة ولا أروع. هذا هو عملي لهذا اليوم، دوك نزيد نستيكيها طريقة بيها وندير لكم تصور تاعها. السلام عليكم.